اليوم حنتكلموا عن حق المرأة الليبية بمنح أولادها الجنسية لأطفالها إذا كانت متجوزة من غير ليبي. لماذا لم تعطي المرأة إلى اليوم الجنسية لأبنائها؟ ما زلنا في وضع مهتز، قرار ما زال مش مدعوم بفكر صح. إن مجتمعنا مجتمع ذكوري. إشكالية بيروقراطية. نتمنى إيجاد الحلول التي تعم فيها الفائدة للجميع. نسوة.com هذا الأربعاء عند 9 مساء على WTV.